وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حملة تحسيسية للوقاية من المخاطر الكبرى. تبع التعليمات تخرج سلامات. كل عام في بلادنا الحرائق داخل اللواحات تقضي على الآلاف من أشجار النخيل. الإنسان هو المتسبب الرئيسي في اندلاع هذه الحرائق. حرائق بساتين النخيل عندها تأثير وخيم على السكان من الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك على توازن النظام البيئي للواحات. وش لازم نديرو باش نحميو الواحات من الحرائق؟ كونوا يقظين، قوموا بقلع كل الأعشاب الجافة داخل بساتين النخيل، نحيوا الجريد الجاف ونقلوه خارج البساتين، وردوا بالكم ما تحرقوش الأعشاب الجافة والجريد أو أي نفايات زراعية أخرى داخل بساتين النخيل. وجدوا كل الوسائل اللازمة لمكافحة النار وتجهيزات إطفاء الحريق. جهزوا خزانات وأحواض للمياه في مواقع مختلفة داخل بساتين النخيل، وجهزوها بمضخات قوية. قوموا بتهيئة مداخل ومسالك على حافة بساتين النخيل وداخلها باش تسهلوا عمليات التدخل تاع رجال المطافئ. قوموا بتهيئة مسالك تاع 5 أمتار عرض على الأقل كل 100 متر طول. اتفادوا إشعال النار داخل بساتين النخيل، وإذا شعلتوها اتحقوا أنكم طفيتوها مليح قبل ما تغادروا المكان. ما تخزنوش البنزين أو أي مادة سريعة الالتهاب داخل بساتين النخيل. قوموا بتهيئة نقاط مراقبة عالية في أماكن مختلفة من الواحة لملاحظة أي اندلاع حريق وإعطاء التنبيه المبكر للتدخل. تبع التعليمات تخرج سلامات. تم إعداد هذه الحملة من طرف برنامج كابدال، ديمقراطية تشاركية وتنمية محلية.